عشرات الآلاف من المحتجين ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ومطالبة بزوال حكمه ومحاكمته مع نظامه والضالعين في قتل وقمع المعتصمين، كما رددوا شعارات تضامنية مع المواطنين في المحافظات الجنوبية. لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله. القاتل عدو الله. الشعب يريد محاكمة السفاح. الشعب يريد محاكمة السفاح. الشعب يريد محاكمة السفاح. الله يا الله. اسقط علي عبد الله. والقاتل عدو الله. كما خرج